أحياناً قد تفي النافذة لإلقاء تحية الصباح. إنها إحدى ميزات السكن في كفر عقب. غلاء فاحش لأسعار الأراضي وتراخيص البناء داخل مدينة القدس جعل البنايات العالية والمترصة تتكاثر بجنون وبدون رقيب، حيث لم تسمح بلدية الاحتلال بالبناء سوى على 3% من أراضي القدس المحتلة منذ عام 1967. 90% من المباني فيش فيها ترخيص، ومع ذلك بدفع ضريبة أرنونة وما فيش خدمات. بلدية القدس تأخذ ضريبة من البيت المرخص وغير المرخص، يعني هي رضيانة أن هذا البيت غير المرخص، هي رضيانة، وإحنا في منطقتنا إحنا بحاجة لهذه الأبنية. هنا بين أكوام النفايات والأحياء المكتظة يلهو هؤلاء الصغار. 90% من أطفال المنطقة أصيبوا بأمراض الرئة، 35% منهم تعرضوا لأمراض جلدية نتيجة تجمع النفايات أو حرقها، ووسط هذا كله يبحثون عن متنفس صغير أو فسحة يشيدون فيها أحلامهم، ولا مناص، لا ملعب، ولا ناد، ولا حتى مواقف للسيارات في منطقة يربو عدد سكانها على 60,000. تمتص حكومة الاحتلال أموالهم بالضرائب بينما تبخل عليهم بأبسط الخدمات. فيش ملعب، والملعب اللي كنا نلعب فيه هدوا. أنا حابة أنه عندي يكون في ملعب أروح ألعب فيه. سيارة قمامة واحدة لأربعة أحياء مكتظة تمتلئ أزقتها بنفايات منتظرة وعودا بالتغلب على هذه الظاهرة بحلول مرحلية ليس أفضلها استخدام حاويات أكبر في الشوارع التي تتسع لذلك. يعني أقل ما فيها إحنا بنطلب إنه بس هالزبايل هذه اللي باب الدور واللي بكبوها، ونعمل أي شيء إنه محدش يكب هون زبايل، نحط حاوية يجوا، إذا حطينا حاوية إنه تيجي حد ياخدها، مش يصير زبالة أكتر من الحاوية داير مدور هذا ما بيحصل منشوف بالشوارع. في طريقك إلى القدس تتعثر بغابة إسمنتية تمتد على طول شارع رام الله القدس، ربما تسنح لك الفرصة بالتمعن بأكوام النفايات خلال أزمة السير المعتادة. هذا إذا لم يقطع حبل أفكارك رقصة الحافلة على إيقاع حفر الشارع. هذه المعاناة وهذا الثمن، هذا هو التفرقة العنصرية، هذا هو الإحلال يا أختي والاحتلال، هذا هو تفريغ القدس من الناس. هنا شمالي القدس يحتار السكان أي بلواهم قد تكون أعظم، ما بين فكي التهميش وسياسات الاحتلال العنصرية. لوكالة وفاء، سلسبيل أبو ميالة من مدينة القدس.